عشر ثواني تعطيك السعادة في الدنيا والأجر والثواب يوم القيامة، إيش هي؟ تعال أخبر. هالشاشة اللي خلاها فريق عبري خيري في لولو عبري للعملية سهلة، أقل من عشر ثواني. اضغط وتصدق الآن، تطلع لك الخدمات صدقة عامة في الكربة وغيره، كفالة ورعاية أيتام كسبة العيد، أضحيتك تسعدهم ما أنه العيد قريب، بنسوي أضحية العيد. نشوف هنا، اتخلى المبلغ وتزيد عليه أي شيء وعندك المبالغ هذول بإمكانك نفس الشيء. فلنفترض 5 ريال، نضغط على التأكيد، نخلي البطاقة هنا لمدة 5 ثواني فقط أو 3 ثواني، مش 5، 3. حلو 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 حلو، وبكذا نجحت العملية، أصبحت جزء من مسيرة العطاء. شكرا لك وبارك لكم فيما أنفقتم. يا سلام على هالمبادرة الجميلة. العملية سهلة جدا، في 10 ثواني تقدر انك تسعد اسرة وتسعد نفسك وتكسب الاجر والثواب يوم القيامة. شكرا فريق عبري الخيري، والشاشة موجودة في لولو عبري على المدخل الرئيسي مقابل الشارع العام. مساكم الله بالخير والنور والسرور، يا حياكم الله وسهلا ومرحبا. مساء الاجواء الحارة وبامكانك تغييرها بسعادة قلبك. والله ما فات، خلي انت عنك ذا الكلمات. تسعد قلبك، حرارة 50 مو يعني تسعد قلبك مثلا. المهم صباح مساء الخير، خلكم منه هذا البيت فلسف عليكم، ترى الله يسعدكم يا رب. جالس اشوف الحين في منصات الاخبار انه في وحدة طلبت الطلاق بعد 5 سنوات من زواجها. طبعا هي مش في عمان، في دولة خليجية. ليش؟ لانه زوجها ما يشبه الممثلين الاتراك، يعني عيونه ما زرق، شعره ما اصفر، خدوده ما وردية. فهي طلبت الطلاق بعد 5 سنوات من زواجها. نسأل الله العلي القدير انه ما يصير معانا في عمان، لان بنتم طوابير عند كاتب العدل، وعارفين تو السبب. عيون زرق، يقول لك الشعر لازم اشقر، والخدود وردية. ان شاء الله باذن الله ما يوصل عندنا. مبادرة سواعد الخير لخدمة ضيوف بيت الرحمن، ولما كان لها من أثر طيب وتحقيق النجاح المشهود، يستعد فريق عبر الخير متمثلا بلجنة الخدمة المجتمعية وللعام الثاني على التوالي باستقبال ضيوف بيت الرحمن. فلقد تم تجهيز خيمتين للرجال وللنساء لاستقبال وضيافة الحجاج، وأيضا 4 استراحات مجهزة في حال تعطيل الحجاج لوقت أطول. وتم توفير سيارات مجهزة بجميع معدات الصيانة الكهربائية والميكانيكية والإطارات في حال تعطل كامل. يقوم أعضاء الفريق بنقل الحجاج إلى الاستراحات. كل الشكر لجميع المتطوعين، وشكر خاص لكل الداعمين والمساهمين في هذه المبادرة، وجزى الله خير المحسنين.